اهلا بحضراتكم مره تانية مع نجمنا عبد المنعم مصطفى حسين جارنى شطه. شطه فيه ما في بقت لازمه يا مصطفى شطه ما في ما في. مين اللعيب اللي كان بينكشك باستمرار في الملعب؟ فتحي مبروك كان بيه بيقول لي يا زول على طول ينكشني على طول على طول فتحي مبروك حقيقة. طيب الجول اللي جابه شطه وبدأ يبقى اسمك منتشر على الصحافه ومع وبدأت الناس تنادي باسم شطه. شوف يا كابتن مصطفى انا دخلت واحرزت اربع اهداف بس. قول لي الحقيقه لان انا عارف اربعه اربع اهداف بس اربع اهداف تقال اثنين ظهروا في الميديا في الميديا وفي اثنين واحد في المحله الخطيب بيحكي عنه لما جه صوته بيحجز وانا دخلت من تحت رجلي شطها جبتها جوه نكشتها قال لك بدور على الكره اللي لها جوه قال حتى الجول اللي دخلته ما وصلش الشبكه يعني وقف. وبعدين طبعا لو فاكر يا مصطفى كنا سافرنا لعبنا في اهل جده ولعبنا في السعوديه وفي الرياض ولعبنا ماتشات هناك جايب اربع اهداف في المباريات دي لو فاكر امين دابو كان في اهل جده. لا لا ماتشات هنا جيب لي حاجات بره ما اعمل ايه بس بعدين تقول الثمانيه اللي انا حلت. طب ما تقول لي كمان الاهداف اللي سجلتها في السودان. لا في السودان كتير لا ده ما اقدرش اقول كام يعني كام جول في السودان؟ 45 هدف في الموسم. شط احنا عارفين بعض. طيب ماشي. في بقى في المصري الاهلي والمصري كان في مصر كده في مطره جامده لو تفتكر. ماتش المصري. في استاد القاهره. استاد القاهره. وانا وانت واقفين كده والكوره بقى بتتنطط وانا جاي من بعيد وانت بقى جاي عايز تخش لقيت بقى لقيت داخل انت جيت عملت زي عملت هبزه كده. هاف فولي. هاف فولي. والدنيا كانت مطره والحمد لله. فدخلت في المرمى بصيت لي كده كنت عايز تتخانق معايا ليه في الجول. طب بالمناسبه دي كويس ده انا فاكر الجول ده كويس قوي قوي وكسبناها كان مباراه عصيبه جدا مطر يا مصطفى. بالظبط كده. انت فاكر مباراه الاهلي والزمالك 4-2 الجول الاولاني اللي الله يرحمه صفت عملها لي ده انا فاكره بتاع صفت اللي رفعها بص صفت. اهي بص مين اللي جنبيك مين اللي جنبيك مين 13 ده اي ما انت اللي بص اهو انت طب شوف انا فين انت تحتيه اهو بص على طول اهو ما تسيبها يا مصطفى اسيب مين اسيب مين مصطفى سيبها لي انا ما بجيبش اجوال كتير انت بتجيب اجوال يعني بص بص انا فين والنبي بص انا فين يعني انا قلت يا رب مصطفى يجليها يا رب اجلي ايه ما انا اسيبها لك ليه بتاع ايه بص بص بص, بص انا جاي منين بص يا كابتن مصطفى بص ايوه انت عارف انت كنت بص بس ما كنتش هتلحق الكوره ما كنتش هلحقها ما كنتش هتلحق الكوره يا مصطفى انت شطها كان ممكن انا شطها لا هي جت في بطن رجليا انا عاوز العبها في الزاويه القريبه قلشت بامانه يعني قلشت في وش رجلي البراني ورحت على الزاويه البعيد انا شوف بالرغم ان انا كنت هاف ديفندر في ماتش الزمالك وهدي كنت بيمنعني اروح هنا ومع ذلك رحت عشان انا برضه انا قلت اجيب اجوال وانت قلت لي سيبها لي اسيب لك ايه؟ ده احنا بص اتنين يا منعم في كم لعيب نادي الزمالك؟ سته والله انا فاكر الماتش ده واحد اتنين ثلاثه اربعه خمسه سته عارف يا مصطفى لولا انها قلشت كان ممكن حارس المرمى يمسكها